بيدايا وديم وضعني ياسف حلايا وخايلها حكي لقيا وهيم بقرصاها امي بشوارك وسوهي رسم الطالب يجد وكتب سوامر وعاشة ده هيدايا هيدا يا دايا وديم وضعني ياسف حلايا الزول في اللون نيت ما يسمى الزول القران مرحبا اسوين اسا بيان سور فوندردي جيسبر كو vous avez passé une belle journée du vendredi c'est une bonne c'est un vendredi ensoleillé ان شاء الله تكونوا عجبتو نهار مليح الناس اللي راحت اليوم صلاه الجمعه ان شاء الله صلاتكم مقبوله ان شاء الله ما نسيتوناش بالدعاء نتاعكم لينا احنا المسلمين وكل خوتنا المسيحيين اليهود وكل الناس يعني تو لي جون ميم الناس اللي ما يمنوش الوغ اليوم الجمعه 5 ماي بيان سور 2023 الساعه شويه متاخره راهي 10 واش اليوم ما قعدتش باش نفير دي فيديو جي با يو طون جو نوبلي با دو بارطاجي افيك فو مون كافي كوم دابيتود نقول لكم صحه القهوه النون علي فوالا هايله بزاف هايله بزاف قهوه هايله بزاف
Alors, il suffit toujours de boire de l'eau avec le café, qui va te la douche ou la haja. Quand vous buvez du café, il faut toujours avoir un verre d'eau, mais commun, donc il faudrait toujours boire un verre d'eau. Alors, قبل ما نبداو في الهضره نتاعنا اليوم تاع العشيه هذه، حبيت نجاوب واحد السيد مامي. هذا مامي كتب لي يهضر على القتيله نتاع كيف اسمه نتاع المراه اللي توفات في عين ليلها، اللي قتلها راجلها. السيد يقول باللي كي قلت انا باللي الجزائريين مدعشين، هو قالك لا ما مش مدعشين، قالك هذا كامل سي لا دروغ. وعلى حسابه هو لازمنا نطبقوا الشريعه على حسابه هو، ويذكر في ايات قرانيه. مسكين دوخو حتى هو من جماعه الدواعش حتى هو، واش يقول لي؟ قال لك فيهم وفي الحشيش، لكن العداله يعني الناس هذو اللي ماتوا يعني فيهم في الحشيش على حسابه هو. قال لك معجبوش الحال اللي قلت بين المدارس تخرج ارهابيين، معجبوش الحال. قلت لا لا نو، المدرسه ديجا هاي واش خرجتك انت؟ هاك انت بعد راك بروش تاع الارهاب، انت بعد انت راه يجي نهار وانت تطلع الجبل انت، باسكو الا غالب في مخك الا هذا الشيء. هذا واش يقول لا حول ولا قوه الا بالله، المدارس هي اللي تخرج الارهاب. اما العائلات والمجتمع لو كان شرع ربي يطبق فوق الارض لا توقف هذا الاجرام. بالنسبه لي هو لازم شرع ربي، هذا في العالم كامل ما يعرفوش يطبقوا شرع ربي، ما يعرفوش العالم كامل، لا في الامريكان، في فرنسا، في الروس، في كندا، في هذا كامل ما يعرفوش يطبقوا. هو يعرف برك لو كان يطبقوا شرع الله على حسابه هو، وشرع الله تاعو هو وشي هو؟ هو قص الايدي، هو القتيله، هو الناس يروحوا يقتلوا الناس باسم الدين، ويقول لك راه ربي قال. ويقول لي فوق الارض لا توقف هذا الاجرام، ولكم في القصاص حياه. شوف في القصاص حياه، يعني على حسابه هو واحد كيما هذا الاخ اللي قتل المسكينه المراه هذه في عين ليله ولا في اي بلاصه، قتل هو قتل. علاش قتل؟ باسكو سيتي فو، انسان مهبول كيما انت قتل. احنا ثاني الدوله احنا نوليو مهابين، واش نديرو؟ نقتلو باسم القانون. هو قتل باسكو سيتي فو، وحنايا مهابين نقتلو باسم القانون. دونك هذا هو بالنسبه ليه هو هكذا، سي كوم سا. الوغ قال لك كي تقتل توقف الاجرام، فوالا هو على حسابه هو. ويذكر ايات يقول لك يا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. يا اخي ليس كما تقول، المولود يولد على فطره، فابوه يهدي يهودنه ولا ما عرف واش، او يمجسنه ينصرنه ولا ما عرف واش، على حسابه هو. دونك الناس هذو ساكنين مدوخين. وهذه عطاتني فرصه باش نجي نتكلم على واحد الفيديو بعثها لي واحد السيد قبيل، وين كان واحد الاولاد مساكن جون دي جون مساكن في قلبه، راحوا لواحد الدار يقولوا بلي نتاع هو اللي بومدين، هو اللي بومدين عمره ما عاش لهنا على حساب ما الاستوار. كان كيما قال واحد كان عايش في هذا واحد القصدير تاع منه، ومن ثم راح ليجيبت، قعد في ليجيبت كيما قال واحد، راح يلعب البالون وراح يحوسوا منه. ومن بعد كي استقل في البلاد جا دخل معاهم وقال لك اني كنت نحارب، وعمره ما رصاصه ما تيرهاش على حساب الاستوار، رصاصه واحده ما تيرهاش بومدينة اللي درك لكم انتم تحكيوا عليه. وهاللي جون واش يقولوا؟ يا مسيو تبون اعطينا حلنا شوفوا يعني مساكن الاولاد مساكن كيفاش، هذو اللي هازين ضربوا نتاع فلسطين في قال ما حلتهم مساكن، ضربوا شويه بعد كراكب، ضربوا كراكب مساكن ما فهموش الحاله، وراحوا لهذا الدار بومدين، ويقولوا هذا جارنا سيدي، حلوا لنا نروحوا لقال ما نروحوا نستشهدوا في 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 فلسطين. مساكن والله مساكن. الجزائريين مساكن دوخولهم رصانهم بهذه فلسطين، ودوخولهم راسهم بهذا الدين هذا. يا سيدي علاش حتى نحلكم تبون كيف اسمه لافرونتيير؟ قافله عليكم ولا مش قافله عليكم؟ تقدروا تروحوا، الناس كل تروح
اذا حبيتوا تروحوا قدامكم كيما او ديجا كاين واحد يهودي دوك نهارات اسرائيلي وقال لكم يا ناس اذا كنتوا رجال يهضر على الجزائريين بعد قال لكم اذا كنتوا صح فحول رجال اروحوا على غزه واروحوا دخلوا لنا حر فلسطين واش تسناو واش تسناو برك مانيش فاهم عليكم واش تسناو مساكن هذو الجزائريين يحسبوا فيها سهله يحسبوا فيها يهز الاخر يجي داخل عليهم مسكين مريض مسكين مراض هذا الولاد هذو مساكن ما على بالوش باللي اسرائيل هذه راهي دولة كما قال واحد عندهم النيوكليير هذه عندها تقريبا 20 سنة 20 سنة كي قريت انايا ان ليبر يضع على اسرائيل عندهم 200 تيت نيوكليير هذا عندها 20 سنة عندهم 200 تيت نيوكليير يجي واحد كيما هذا ضرب العفيون ضرب الكراكيب يروح يحاربهم يعني نيمبورت كوا ولا يحاربوهم كيما قال لهم هذا الاسرائيلي انتم تحاربوا فينا بالكمبيوتر ولا هي روحوا اذا تحبوا تحاربوا روحوا ما على بالوش باللي هو اسرائيل راهي قادره ما يجيونا ما يتبعونا ما يجيونا ما والو يصفيونا من 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 المياه الدوليه يصفيونا من اسرائيل يصفيونا ما على بالوش هو مسكين بايخ مسكين ما على بالوش هو مازال يحسب باللي الطيارات يطيروا ويروحوا يبومباردي هذيك كلها راحت يا راجل اليوم باش يكون في علمك راهي لاكارت دار بالكمبيوتر يا واحد الغفل الكمبيوتر ودير الناس اللي عندهم طلعوا للقمر ما طلعوش يلعبوا شوف نحكي لك حكايه واحد الجهل هذا اللي يهضر على هذا فلسطين تلقونا روحوا شوفوا ليرون ليرون ستان كرون بي ستان تري كرون بي ليرون على بالكم مالغري حاكمين هذو الاسلاميين الذباحين هذو مي سي بويسونس عندهم واحد يخدم واش يقولوا في هذه نتاع النووي تمشي معاه كازارنا كومبلي كي يمشي تمشي معاه كازارنا كومبلي كي يحب يسافر كي يحب يدخل الخدمه نتاعو كازارنا تمشي معاه قدامه ووراه كازارنا وكي يحبوا سيادك الاسرائيليين يقتلوه ما جاوه الليرون ما حرشوا عليه واحد جاسوس ما ضربوه بالطياره ما ضربوه حتى بحاجه خلاص شوفوا يا واحد البوهالي يا بوخلونا يا الناتن كما يقول هذا صاحبنا الصحفي هذا ساعه يا المنتن يا البخلان ما عنده العقل بغير عنده العقل شوف كان ماشي هذا السيد تاع ليرون هذا كان ماشي وكازرنا تبع فيه وحده كازرنا قدامه وكازرنا اللورا هو في وسط الكورتاج تاع كازرنا توصل الطوموبيل نتاعو فيها مرتو وفيها هو عطاوهم امر قال لهم مرتو ما تقيسوهاش بشعرها كيما هكا سي فري مرتو ما تقاستش ما تجرحتش ميم با مي هو في الزدوه في الزدوه عليك وشو في الزدوه في الزدوه وزيد نعطيكم حاجه باش تعذروا تعرفوا ما جابوا له جاسوس ما جاوه الاسرائيليين ليرون ما جاوا له نزلوا له النار يقولوا بلي سي ميترايوز مي واحد ما يلقاها ما يلقاها حتى واحد نزلوا له من كيف اسمه من 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 لا لون من القمر نزلوا له هذه لارم هذه في الطريق اللي يديها هو وكي يوصل بالكمبيوتر بالدقيقه مش بالدقيقه بالثانيه كي يوصل لارم هذاك فيزا فزدوا في الطوموبيل تاعو ومرته ما تقاسش بشعرها ومن بعد واش داروا هذاك لارمون هذاك اللي باش ما يلقاوهش اللي زيرانيه وباش ما يلقاوهش منها زادوا ضموا على القفله فزدوا لارم هذاك وما لقاو والو لقاو غير حدد طايش فيه ما عرفوش حتى باش مات جي انت واحد مسخ كيما انت ضارب العفيون ضارب هذو لي بسيكوتروب تروح انت تحارب اسرائيل يا اخي حاله يا اخي على كل حال باه راني جاوبتك انت يا ما عندكش حاجه نجاوبك عليها باسكو ديجا نعطل روحي معاك انت ضارب دروك على روحك ولا ما نعرف واش وتجي تقول لي ماهمش هذو اللي يقتلوا ماهمش هذو الدواعش راهم جماعه لا دروك علاه 200 الف جزائري شكون قتلهم صحاب لا دروك ولا شي تحب تهضر قول سامحوا لي على كل حال كنت قبيل نتفرج في مقابله تاع كره القدم تاع هذو تاع ما بين الجزائر هذو تاع موان 17 يا اخي خسرنا 3-0 مع
السنغال اليوم زعما جاوا باش يلعبوا، قلت حنا نغلبوا الكونغو، وبالنسبه ليهم هما كانت غلطه ورايحين مع الكونغو رايحين يعني يربحوا. فينالمون كيما الشيء اللي قلناه اون ايكيب ضعيفه، اون ايكيب ضعيفه خلاص يعني فريمون ضعيفه، شفتوا برك ضعيفه ضعف شديد. وزيد المونترينور مسكين كيما قال واحد جو سي با كيفاش حطوه، يعني والله العظيم انا ما نعرفوش المونترينور هذا، والله ما على بالي كيفاه جابوه، وهو والله ما على بالي كيفاه جابوه الجمهور هذو، يعني والله غير عندهم الحق الناس اللي يقولوا كلش معرفات، والله غير عيب عليكم، والله غير حرام عليكم، والله غير عيب عليكم، والله غير حرام عليكم. الناس اللي حطوا هذا المونترينور كيما هذا، والناس اللي راحوا جابوا هاللي جوار هذو، والله غير دي جوار اللي ما يعرفوش يبلوكيو حتى البالون، حتى كي راحوا جابوا دي جوار من فرنسا وجابوا جول من كندا، الجول هذا والله العظيم يا الجول عندنا جوال في خنشله غير خير منه، والله العظيم سيدي اياه، والله عندنا جوال في خنشله في بوج البنا وفي لاغار وفي سيتي بوزيد، والله غير خير منه، تحسبوني بربي غير خير منه. طيب يا سيدي انا مانيش فاهم، انا والله ماني فاهم، والله جوني يا كومبخي، والله العظيم دي جوار، كان واحد جوار يلعب على الاريير كوش نيميرو 3، يعني ملي بدات المقابله وهم يلعبوا عليه لقاوه فارغ، ولونترينور هذا ما تحرك ما بدلو ما والو، ما قالو لا روح انت رجع على دروات، ما بدلو ما والو، خلاه يلعب توت اون بارتي، والبيت جاء على 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 على, 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 على كيسمو نتاعو من لونجل نتاعو، يعني سي 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 فريمون. ودرنا واحد بواحد مع الكونغو يفرحوا يفرحوا يفرحوا، والله غير تمنيت حنا كيمنينا اليوم، والله عيب، والله غير عيب حتى نروحوا للكونغو نخليوهم ونروحوا هنايا، والله غير عيب الكونغو، يعني فريمون مانيش فاهم اليوم كيفاش ما ربحش، والله جوني جو سي با جو سي با يعني جو سي با الزهر ولا مي. غدوه يرحم والديكم تلقاو مع دوتر زيكيب، يعني راح نزيدو سي با نورمال سي با نورمال. وقلنا لكم يا ناس لا غالبا ما كاينش حاجه تجي تخدم هكاك برك على فيكليت ارواح، انا نعرف انه ترينور نورمالمون يجي ما يعرف علاه ما جابوش، كاين وردي مراد وردي مراد جو كوني تري تري بيان، سي ان اكسيلون تكنيسيان، سي ان مونترينور يجبد الماء انسان مليح، مانيش فاهم علاه ما عطاوش ليكيب هذي، علاه جابوا السيد هذا ويقول لك بلي او دار الخطر اللي فات الاخرى نتاع العرب هذه نتاع الناشئين نتاع العربيه وليدي نتاع الناشئين دارت في الجزائر وكما قال واحد وهلا بهلا باش داو لا كوب هذه وما ما نعدوش حاجه مليحه، يعني باش واش ربحوا، يعني ربحوا ب 3-0 4-0 ربحوا ما كاين والو، فريقتي فريق اسمحوا لي اسمحوا لي الناس، والله غير الناس اللي تحكي كيما هكا حتى هما ما يعرفوش البالون، اسمحوا لي المشكله الثانيه اللي راح نتكلم عليها كما شفتوا بويتر ماباج فيسبوك، سي علي بالحاج اللي راهو كما قال واحد يا اونطرين دو اللي راهو مازال مالغري كو حطوه تحت الرقابه القضائيه رفض باش يروح يسني، هذه الاولى، وثانيه شفتوا مازال يهضر في شو يقولوا ممنوع عليه باش يهضر في اليوتيوب ولا في الاذاعات، مازال هو يدفي ليطا كامله. وكما قلت لكم اليوم انا ننتظر منهم باش باسكو اليوم نورمالمون يخرج باش يروح يصلي، نورمالمون كي يخرج كانوا يحكموه باسكو الراجل ما القانون لازم يطبق على الناس كل يطبق على الناس كل، كيف انسان تحت الرقابه القضائيه وقالوا له ما تهضرش كيف اسمه في التلفزيون ومازال يهضر، وقالوا له ما تهضرش في ريزو سوسيو ومازال يهضر، والسيد ما راحش حتى باش يمضي باش يسني، هو نورمالمون واحد كيضل تحت الرقابه القضائيه وما يروحش الصباح برك ما يروحش يمضي، لازم يروحوا للدار نتاعو ويجيبوه ويقدموه للوكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه يحطوا كيف اسمه في الحبس نورمالمون، سي سا هذا هو القانون. انا مانيش فاهم انا واش راهم يديروا هذه الدوله، هذه الناس الدوله خاطئه، هذ الناس اللي راهم يسيروا في الدوله، واحد كيما هذا انسان ارهابي كيما هذا، والانسان اللي والناس اللي تدافع عليه على علي بالحاجه، انا نقول لكم انتوما ارهابيين، انتوما ارهابيين اكثر منه، كسوا اللي هنا في الجزائر ولا في الخارج، الناس اللي تدافع على علي بالحاج واللي غاضها الحال على علي بالحاج، نقول لكم انتوما ذباحين كيما هو، وانتوما دي كريمينال كيما هما هو، فوزاد دي كريمينال، اللي دافع على كريمينال استن كريمينال، باش نكونوا في علمكم، خاطرش الناس اللي تمات في 200 ألف اللي قتلوهم وذبحوهم،
هذوك ما خرفان شغل ما تهكاك في الامان، ماهوش علي بالحاج هذا اللي بالصوت والصوره هاوكين هو اللي طلع الناس للجبل. حتى الناس اللي ماتوا ما بين الارهابيين، هذول الارهابيين الدمويين اللي ماتوا سبيبهم هذا الشخص، هذا الشخص التونسي لو كان موان جا جزائري، سي ان تونيزيان باش يكون في علمكم. دونك انا مانيش فاهم الناس اللي حاكمين الدوله واللي يطبقوا القانون غير على الناس اخرين. كما قال لي واحد، لو كان جا قبايلي راهو صاير راهم جابوه ديجا وراهو في الحراش. بصح كي عاد واحد كيما هذا هاوي كيما قال واحد هاوي لي اون تران دو كيما قال واحد يقول لهم راني نهضر ونديرو، حتى باش يروح يسني ما حبش يروح يسني ومخليينو يعني وخلاص. ومن بعد يقول لك رانا احنا نحاربوا الارهاب. باش تحارب الارهاب يا اخي، باش تحارب الارهاب، باش تحارب الارهاب لازمك تحارب السيد هذا تو دابور، لازمك تحارب السيد هذا ومن بعد تروح تحارب الارهاب. ما تقدرش طلع الارهاب ما يجيش كاك، الارهاب ما يجيش ما جاش هابط كاك من 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 من, من السماء وجاها. الارهاب تفورما في لي زيكول نتاعنا، تفورما في 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 الزقاق نتاعنا، تفورما في 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 الاداره نتاعنا. هذا هو الارهاب، الارهاب ما جاش كاك. واحد باش يحارب الارهاب لازم يبقى واحد كيما علي بالحاج هذا ما حبش يسكت يبقى يروح للحبس، سيتو ترونكي سيتو. هذا مكان موش قال ما خلاوهش يروح يصلي. هذه الناس اللي يقولوا كيما هذه، ناس حوايج كيما هذو، هذو ناس سون دي زيبوكريت، هذو خبثاء، هذو اللي يقولوا بلي علي بالحاج راه ما خلاوهش يصلي. انتوما خبثاء اللي يقول كيما هكا كل نقولوا انت خبيث. خاطرش علاه الناس كل على بالهم بلي علي بالحاج قالوا له روح تصلي على روحك، بصح ما تدخلش للمسجد وتلم الغاشي في المسجد. ما يحبش يسمع، ما يحبش يسمع. كيف رجعنا التسعينات ولا رانا ماناش ناس ملاح؟ هي التسعينات دارت كيما الراجل كان يروح ل كيف اسمه المسجد و لي اون تران دو دانسيتي لي جون على فيولونس وبعث الناس كل الجبل. نزيدو نخليوه يدير لنا تسعينات اخرى؟ كيف انتم تدافعوا عليها وما يحب او ما خلوهاش يروح يصلي ولا حقروه؟ حقروه كيفاش حقروه؟ ها واحد انت يا الراجل في حل يا اللي متضرك في الخارج وتبلاقي كيما قال واحد تضرب في الورو وتتضرق وتقول ام حقروه. ها واحد انت الجزائر، اروح انت يا ومادام ما حقروها روح انت وتكلم، اروح انت وتكلم. هو هاو يتكلم هاو هنا في الجزائر هاو يتكلم، مي انت اللي متضرق ليه وتبلاقي او ام حقروه علي بالحاج. كيفاش حقروه؟ حقروها نعطيكم نجبد لكم لي فيديو نتاعو كاملين وين يروح المسجد هذاك نتاع القبه الباقون على العهد هذاك ويتلقى جماعته نتاع الفيس ويظل يحرض فيهم ويظل يحرض الناس باش تطلع في الجبل. هذا كل يخليوه يعني بالنسبه لكم انتم هذا هو الصلاه يا منافقين، يا منافقين. هذا هو الصلاه نتاع علي بالحاج. علي بالحاج شفتوه راح صلى ترونكيل جمعه وجا خارج كيما الناس وراحوا تلاحوا عليه ما خلاوهش يصلي. ها علاش تنافقوا؟ علاش انتم مسلمين؟ انتم تجيو تهضروا بالدين، ما كاينش واحد منافق قدكم انتم. ربي غدوه يشوطكم ينعتلكم التنافيق نتاعكم باسم الدين. هاو نعطيكم انا، كونوا في حولها، اكتبوا لي الانسان اللي يحب او قدام الناس الكل، نجيب لكم لي فيديو نتاعو هم كل لهنا ثاني، ماش وحده ماش زوج، عشرات نتاع لي فيديو، عشرات نتاع لي فيديو اللي فيهم هذا علي بالحاج نتاعكم هذا اللي اشاك فوا تبلاقيو وراهو كيما قال واحد ما خلاوهش يصلي ما خلاوهش يصلي. غير روحوا برك لاي بلاصه واكتبوا تشوفوا ديروا جوجل وروحوا ديروا عليه بالحاج في واش يقولوا في هذا المسجد القبه هذا وتشوفوا ها هو قدامك هنا وتشوفوا الاف نتاع لي فيديو اللي كاينين الاف. الاف تاع لي فيديو اللي كاينين يا سيدي والله الاف تاع لي فيديو ماهوش وحده ولا زوج وعياو فيه. يا ولدي بطل يا ولدي ما تلمش الغاشي في المسجد وتضل تخطب عليهم راه عيب عليك. وما كانش ما كانش ما حبش يسمع والله لا حب يسمع. روحوا برك لليوتيوب روحوا اليوتيوب وديروا عليه بالحاج وتشوفوا كيفاه واش يخرج لكم في الجامع. وحتى الى اورغانيزي دي مانيفيستاسيون في الجامع. هاي سيدي ويجي يقول لك هاو علي بالحاج مظلمون. هاي هذا خلينا من حتى من الجامع، خلينا من الجامع حتى في داره بعد، في داره بعد يدير في فيديو الى نسيت لي جون للحبس. هاي
ويجي الاخرين يدافعوا عليه ويقول لك اه علي بالحاج يحبوا البوبار يحبوا يدخلوا للسبيطار. اي السبيطار خلوه من الحبس. وي هو نورمالمون يدخلوا للسبيطار مهابيل، سي تان فو. اي واش هو سي تان فو؟ لو كان ما جاش فو موش تسبب في 200 الف قتيل ومازال يحب كيما قال واحد يزيد يرجع للتسعينات ومازال كيما يقول ها هو كان ها 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 يا سيدي ها أو في الجامع ها 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 اي واحد اي واحد يروح دقيقة برك يجيب لها علي الحاج. ابدا من واحد لم يستطيع ان يملأ قاع سوء الفقراء. ها هو كسي ها عددكم انتم اكثر منه. ها ها لن يستطيع. ها ها هو في الجامع سيدي. ها ماذا كان منا نحن؟ ذهبنا مع مجموعة من الإخوة ذهبنا إلى أمريكا في نفس اليوم. ذهبنا إلى سفارة أمريكية لأننا نظن بأن إسرائيل لن تستطيع لا تقدر على أن تضرب إلا إذا كانت أخذت الإذن من أمريكا. هذا هو الصلاة. ذهب العبد الفقير هذا هو الصلاة يا منافقين. هذا هو الصلاة نتاع اي وحدة هذه او اذا تحبوا ندير لكم دي سيكونس تاع تسمعوا واش يقول. هاو يضع الامريكان يضع على اسرائيل قال ما خلاوناش نروحوا للسفارة نتاع اسرائيل السفارة نتاع الامريكان نديروا اعتصام. لازم يخليوك يفتحوا لك خير، لازم يفتحوا لك البيبان نتاع السفارة ويطلقوك على هذا السفير هذا وتذبحوا كما ذبحتوا 200,000. يا منافقين يا تلعبوها بالاسلام وانتم مسلمين، انتم والله اللي هو الخير منكم قسما عظما يا جماعه هذو الفيس وجماعه هذو والله العظيم يا ما تربحوها لا في الدنيا لا في الاخره. علاش؟ باسكو منافقين اكبر منافقين. كيفاش السيد هذا يجي يدخل المسجد يبدا يبلاقي وتجي انت تدافع عليه وتقول علي بالحاج مسكين، علي بالحاج ما خلاوهش يصلي، وعلي بالحاج وخليوه يصلي. ياو كيما اللي حكموا ياو جا صلى علي بالحاج نورمال وتلاحوا عليه الشرطه ولا تلاح عليهم وتلاحوا عليه الدرك. يا اخي جاو هزوا حتى في الطوموبيل تاع لابوليس طوموبيل باناليزي وركبوه بالجلاله وقالوا له يا ودي خير المسجد اللي تحب نديوك ليه نديوك ليه تصلي ونوصلوك تروح لدارك ما كان حتى مشكل. لا قال لهم نو ندخل المسجد وما تسالوليش وندير خطاب ونلم الغاشي. قلت له هو لبس راك في كوري ولا راك في كوري ولا يا اوريزمو عندك ناس كيما هذو مسيو تبون وجماعته هذو اللي راهم ساكتين عليك. لو كان جا سيدك لو كان جيت انا نعت لك انت وجماعه نتاعك في 48 ولايه ثانيه انت وجماعه نتاعك في 8 والله لا عاد يخرج واحد من الحبس قسما عظما خاطرش انتوما عبثتوا في الارض ذبحتوا الاولاد ذبحتوا لي بيبي ذبحتوا الناس درتوا فيهم حاله وما زلتوا 200,000 وبلاش 16,000 اللي راحوا اليوم ما كانش. وتحبوا تجيو تاكوزيو سيادكم العسكر وتاكوزيو سيادكم الجنرالات اللي داروا لكم التراب في فمكم على هذاك اليوم حبيتوا تدخلوها من هي خلاص الجنرالات الارهابيين ما كانش ارهابيين قدكم انتوما مي سامبلومون لا غالب انا ما جاتش في يدي انا على بالي بلي قلت اليوم يحكموه يلوحوه في الحبس. علاش؟ باسكو القانون يطبق على الجميع. السيد ما حبش يستعار ما يحبش كي يروح تسني ما يحبش يسني وزايد خارج راح يروح يصلي وقال لك روح نحضر الدفينه نتاع مرت بن خده. شغل هذا السيد هذا زعما وكي يروح للدفينه على بالكم ما يروحش كي الناس باكزومبل راح يحضر نو يروح يدير خطاب ويدي الخطاب نخليوك انت في التسعينات زبلتها وما زلت نزيد نخليوك تزبلها كي انت كي جماعه الاخرين. نورمالمون الانسان اللي يتكلم الي لوح في واش يقول روح موت في الحبس خيرك موت في الحبس خيلك عليه راه يدفنوك اللي يموت كلب يغيظنا وانت والله ما تغيظنا موت كلب تغيظنا وانت ما تغيظناش. يجي واحد يتكلم يقول لك والله يا سيدي قريب نحطوه نرجعوه مونديلا. تكلم انت على مونديلا انت يا فمك في مونديلا تتكلم عليه مونديلا مو الى ديفوندو بلادو الى ديفوندو لا كونز تاع بلادو. وهذا واش يديفوندي؟ يديفوندي الذباحين كيما انت يذبحين اللي دافع على ذباح راه ذباح كيما هو. واش دار هذا عمك هذا علي بالحاج هذا ولا واش ولا تحبوا كي عاد نهار كي كانوا يعطيكم الدوله تعطيكم في الدراهم ملاحه الدوله وي فيف الجنرالات نهار حبسوا عليكم صايي ولاو ارهابيين ما
ما تجيوش تديو حتى 4 دروهم، تموتوا في الخارج حتى باش تدفنوا في الجزائر بالحرام، لا تدفنوها في الجزائر غير تدفنوها في الخارج، تدفنوها ليه؟ يلوحوكم اذا مش لكمش القبر نتاعكم تتحرقوا في يجي نهار وين يلوحوكم في الحفره في 10 ولا 12 ومن بعد يجيو يشعلوا فيكم النار. فوالا بالحرام لا ترجعوها للجزائر. فوالا خاطرش نتوما خداعين، نتوما غدارين، نتوما ما فيكمش ريحه الالجيريان. شوف كان جزائري يقبل تتحرق بلاده على جلد ديغولاس كيما هذا. ايوا عطاوكم الدراهم، عطاوكم عطاوكم عطاوكم، تحبون نجبدوكم نجبدوكم، تحبون نسميوكم نسميوكم. حنا ما نحبوش نسميو الناس، مي تحبوا نسميوكم حتى الدراهم اللي ديتوهم وقداش ديتو عندنا كلش عليكم، عندنا كلش. مي حرام عليكم، عيب عليكم، عندك مشكل مع واحد ولا حاجه روح فيه مع واحد ويدخلك للبلاد. تجي انت تضرك في في في, في, في الخارج وجيت تشوفوا سيدي حقروا علي بالحاج وعلي بالحاج راكم تشوفوا سيدي او ما يقول والو عنده بزاف، هو يهضر يهضر سياسي، يهضر سياسي يهضر سياسي، سياسه هذه سياسه هذه، يجي داخل يهضر يلم الغاشي يدخل على واش يكون هذا باش يدير واش يكون واش يكون هذا عنده بارتي وما عندوش بارتي، البارتي نتاعو تحل نورمال، واش من بارتي واش كيفاه ممنوع عليه ديجا، ممنوع عليه ممنوع عليه يتكلم في السياسه، ولا اللي ماتوا 200,000 هذو جديان يعني سيدي موتون اللي ماتوا، تجي انت تدافع عليه، دافع عليه انت والله لا تحشمو وتجي تسميه مونديلا، مونديلا انت مونديلا انت ما تجيش حتى في صباط نتاع مونديلا، موش في مونديلا كي كانوا يعطوكم في الدراهم تديو فيهم بيان كي حبسوا عليكم الدراهم قفلوا عليكم هربتوا للخارج وبديتوا تبلاقيو وعلي بالحاج دوكا تجيو تلقاو كي انتوما كي علي بالحاج، واحد لا ينجم يدير السياسه وواحد ما ينجم يزيد يحل فمه اللي يحل فمه كيما قال واحد الرونجرز وراه، الرونجرز وراه. هذه ما نطولش عليكم نقول لكم كاين ندير هنا غدوه ان شاء الله نرجعوا، اذا ما جاتكمش من بعد اذا كان دوتر زانفورماسيون نقول لكم غدوه ان شاء الله تصبحوا على خير. بونسواري يا توتي يا توس.